والصراحه نقول لكم والله قسما بالله ما نكذبش عليك، انا يلاه يلاه دابا انا قلت لك هضرت مع مرتي في التليفون وقالت لي راه شفنا الاستقبال تبارك الله اللي صبك، شنو دابا تهضر معك ولا جات بوش قسما بالله، شي زعما راسي شوك انا مش داكشي ديال البارح، داكشي الاستقبال والناس كيفاش تعاملوا معنا والبوليس كيفاش تعاملوا معنا، والله العظيم الا الصراحه كنت نقول لك انا الصراحه الى عيني غرغرو قسما بالله. تنشوف الحمد لله الناس هنا في الجزائر دابا تنشوفوا تبارك الله تنشوفوا الدراري كيفاش دايرين، شبان نقيين، دراري واعيين قارين، كيفاش يهضروا كيفاش يتكلموا كيفاش تقبلونا في لي ريستورون، ريستورون ما تيخليوكش كاع ما تيخليوكش تبقى واقف، تيتعاملوا معك معامله عرفتي تحاسبوا روسنا حنا في بلادنا، قسما بالله الا حاسبين روسنا بلادنا عرفتي راه حنا مرتاحين بزاف 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 بزاف. تنقول لك شنو نقول لك تريت الدخله ديال البارح اللي دخلنا واستقبلونا البوليس كيفاش استقبلونا وكيفاش استقبلونا الجمهور تصفقوا علينا والزغاريت، تنقول لك والله اختي لا شوك انا الحمي شوك ليا البارح شعري وقف ليا، انا تنقول لك انا راه درت شي 9 ولا 10 ديال لي جو ميديتيرانيا اللي درت كل تروا ميديتيرانيا درت فيهم لي ميداي دو ميداي دو ميداي دو برونز شارك، ولكن الاستقبال ديال البارح راه حاجه كبيره وتشكركم بزاف 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 الشعب الجزائري والسلطه الجزائري تنشكرهم اكثر من الجد، من ناحيه الاقامه حنا ساكنين مزيانين تناكلوا مزيان في لي ريستورون والماكله مزيانه، زعما اللي تلاقيتي معاه من هنا تقول لك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك عرفتي ديك مرحبا بك راه عرفتي فما تدوز مرحبا بك.